أكد خوان كريسبو أحد محامي ليونيل ميسي في مقابلة هاتفية من زيوريخ مع قناة تي واي سي سبور الأرجنتينية أنهم اجتمعوا مع لجنة العقوبات في الفيفا وطلبوا رسميا بعودة ميسي للمنتخب في المواجهة القادمة ضمن التصفيات المونديالية. يطالب محامو ميسي بتخفيض عقوبة الإيقاف إلى مباراة واحدة هي تلك التي غاب عنها أمام بوليفيا في مارس الماضي. كما أوضح كريسبو أن الفيفا طلب من طاقم المحامين المدافع عن ميسي أن يتم التعامل مع هذا الموضوع بسرية تامة لحين صدور قرار العقوبة النهائية في الأيام القادمة على حد تعبيره.